السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة الطبخ أمينة المراكشية. اليوم غنقدم لكم خبيزات بالجبن والفرماج، كيجي جد لذيذ ومسفج وسهل التحضير، رائع ومختلف الشكل. نصيبه لوليداتنا يعجبوهم بزاف، ناخدهم في الفطور أو الغدي، كيجيو ممتازين. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ما تنسوناش اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم ونخلطوا في القناة ديالي، يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بالنسبة للمقادير، كنحتاجو كاس ديال العنبة، ديال الماء دافئ ما يعادل 150 ملل، كاس ديال الحليب دافئ ما يعادل تقريبا 150 ملل. عندنا 3 البعارخ حتى 4 المعالق زيت الزيتون، من الأفضل زيت الزيتون، معلقة صغيرة ديال الملح، معلقة صغيرة ديال الزبدة على حرارة الغرفة، معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز، معلقة كبيرة ديال سنيدة أي السكر الخشن، الفرماج تقريبا 8 قطع ديال الفرماج مثلث على هذا الشكل، قليل من الزيتون والزعتر، هادو للتزيين، الدقيق حسب الخليط. بسم الله على بركة الله، كنصبو الحليب هو دافئ، الماء بارد، السكر، الخميرة، الخبز، الزيت، الملح، كنمزجو هاد المكونات مزيان بهاد الشكل، من بعد ما مزجنا كنصبو كذلك الزبدة وكنبقاو نصبو الدقيق شيئا فشيئا. الزبدة غادي نمزجوها مزيان مع الدقيق، كنصبو وكنمزجو لان بغينا نحصلو على العجين ما تقيلش بزاف، شويه يكون خفيف بعض الشيء. حنا كنمزجو كنخلطو حتى نحصلو على العجين اللي بغينا. غنوريكم شكل العجين علاش بغينا. بعد ما جمعنا العجين كيف ما تلاحظوا العجين هو هذا الشكل، راه خفيفه بعض الشيء ماشي بزاف، هي شويه كنحاولوا ندلكوها، هي شويه ما كندلكوهاش بزاف. بعد ما دلكنا العجين بعض الشيء، لان هذا الخبز باش يجينا مسفش كنديروا شي شويه خفيف كيجينا لذيذ، كندهنوا بقليل من الزيت، هاهي الزيت كندهنوا بها بهذا الشكل، الزيت هاهي كندهنوا بها باش نطلقوا هاد الخميرة حتى تتضاعف الحجم ديالها، هاهي كدا تجي كتجي مسفجة، أو تنغطيوها أو تنطلقوها حتى يتضاعف الحجم ديالها. بسم الله على بركة الله، بعد ما ضعف الحجم كما كتلاحظوا هنايا نحاولوا على هذا الشكل، هكا نحاولوا نجمعوها على هذا الشكل ونتركوها تقريبا 10 دقائق هنا ونسرحوها. بسم الله، بعد ما تركنا 10 دقائق كنحاول الان نسلقوها على هذا الشكل، كنديروا الدقيق وكنحاول نسلقوه مزيان، الدقيق هو كنبقاو نسلقوا فيها مزيان. ما تلاحظوا بان العجين راه مسفجه مزيان، كنبقاو تنسرحوها مزيان. بعد ما سرحناها صبحات على هذا الشكل، كناخذ هذا الفرماج كنديروه في النصف،
بعد ما وضعنا جميع الفرماج كنحاولوا نسرحوا على هذا الشكل. كنسرحوه مزيان كيف ما قلت لكم، كنديروه في النصف. بعد ما سرحنا الفرماج في النصف كنقبضوا هذا النصف هذا وكنوضعوا على هذا النصف الاخر وكنوضعوها في الطاوله. الطاوله هي مدهونه بالزيت. بعد ما وضعنا العجين في الطاوله والطاوله دهناها بالزيت، الان كنحاولوا نسرحوها على هذا الشكل. كنسرحوها وكنديروها هكذا على هذا الشكل، صباعنا على هذا الشكل، كنديروا قليل من الزيت. بعد ما درنا لها كلها على هذا الشكل بالاصابع ديالنا كنطلقوها تتخمر، عاد نزينوها بالزيتون والزعتر. الان تلقوها حتى تخمر. بعد ما خمرت العجين تقريبا خليناها 15 دقيقه، كناخذوا هذا الاناء هذا خاوي، هادو جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون على هذا الشكل، جوج معالق ديال الماء على هذا الشكل، وكنبقاو نزجو فيهم مزيان. بعد ما مزجنا الماء كتلاحظوا مع الزيت الشكل كيف كيولي. الان غنوري لكم اش غنعملو، نحيدو البلاستيك الغذائي على هذا الشكل، كنحاولو ناخذ الزيتون هذا التزيين كنديرو على هذا الشكل. تنبقاو نديرو كلشي، كنبقاو نسدفو في هذا الزيتون هذا العجين حتى تنملؤو كلها هي. بعد ما وضعنا الزيتون كناخذو القليل من الزعتر على هذا الشكل وكنحكو فين بينا، كنحاولو نوزعوه على هذه الخبزة لان البنة ديال الزعتر كتجي رائعة. اخيرا كنقبضوا الماء مع الزيت وكنصبوا على هذا الشكل، كنوزعوا كامل مزيان. راه حنا درنا الفران كيسخن مزيان، الان كندخلوها الفران هو ساخن وكنراقبوها وكنراقبو حتى تطيب مزيان وكتحمر لينا وكيكون العافيه متوسطه ماشي مجهده باش ما تحرقليناش. بعد ما خرجنا الخبزه من الفران صبحات على هذا الشكل، الان غادي نحاولو نوريكم لكم كيفاش كتجي الشكل ديالها. كتجي من الداخل هي مشفجة الشكل ديالها. الشكل النهائي ديال الخبزة ديالنا جات على هذا الشكل، كنتمنى تعجبكم وغادي تعجبكم، هي جربوها وبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.